ماذا بعد الاتفاق على الهدنة في غزة بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وكيف ستجري الأمور؟ تشير معظم تحليلات الخبراء والمراقبين إلى أنه مع التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن مقابل الهدنة وإعلان مسؤولين سياسيين وعسكريين من الاحتلال نيتهم التوغل جنوبا، إلى أن الاحتلال أصبح في قطاع غزة أمام مرحلة جديدة ستكون الأصعب لاعتبارات يعكسها واقع فرضته المقاومة على الأرض. الحديث عن الصفقة واستعراض بنودها تزامن مع مواصلة الاحتلال عملياته شمالي القطاع في وقت تتجه أنظاره إلى الجنوب. مسؤولون لدى الاحتلال عبروا عن مخاوفهم من أن يؤثر الاتفاق على القدرة العسكرية للاحتلال على الأرض ليصب في صالح حماس حيث تستعيد قوتها، كما أنها قد تؤثر على قدرة الاحتلال على مواصلة الحرب بنفس القوة التي كان عليها وأحداث التغيير المنشود في غزة بحسب صحف الاحتلال، في وقت ستتعزز فيه المطالب بوقف الحرب برمتها بعد وقف إطلاق النار المؤقت. مسؤولون أمريكيون يعتقدون أن هدف حماس الحالي هو البقاء، ومن شأن وقف إطلاق النار أن يسمح لها بإعادة تجميع صفوفها. ورغم أنهم لا يستبعدون أن تستخدم تل أبيب وقف إطلاق النار لتجديد مخزون الأسلحة ونقل القوات والمعدات إلى مواقعها للمرحلة التالية من المعركة، يعتبرون أن حماس هي المستفيد من الهدنة على نحو أكبر. وتختلف قراءة باحثين ومراقبين عما سبق، إذ يرون أنه لم تكن للاحتلال قوة على الأرض في غزة حيث لم يتمكن من تنظيف أي منطقة والسيطرة عليها، كما أن القول بأن الهدنة قد تعيد الزخم لحماس غير واقعي، فزخم الحركة لم يتوقف، بينما هناك إرباك صهيوني على كافة المستويات شكل ضغطا على الاحتلال باتجاه القبول بصفقة الرهائن. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن ضباط صهاينة سابقين قولهم إن خطة تل أبيب لمهاجمة حماس في الجنوب من المرجح أن تشبه تقدمها في الشمال، لكن الأمر سيكون معقدا بسبب العدد الكبير من المدنيين التي تكتظ بهم المنطقة الآن. فيما يرى مراقبون أن إعلان الاحتلال التوجه جنوبا يمثل هروبا للأمام ليس أكثر، ويتساءلون كيف يمكن لجيش أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى دون أن يتمكن من إنجاز التي سبقتها.